السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا إخواننا على قناتكم كشف الكنوز، حياكم الله جميعا. كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية جميعا. أهلا بكم في هذا الفيديو مع الخرائط العثمانية للدفائن العثمانية في بعض البلاد العربية. نبدأ مع الخريطة الأولى على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الخريطة كثير أخوة فكروها للأردن، وكثير ناس فسرتها لمنطقة في الأردن، إنما هي منطقة لمكان عثماني قديم في مدينة حلب. مكتوب كما تلاحظون، واضح عليكم ما بعرف، مكتوب حلب، طبعا محدد المكان خان الجمرك. المنطقة هذه منذ أنا صغير إخواني الكرام في مدينة حلب القديمة، خان الجمرك واضح عليكم إخواني مكتوبة تحت. كنت أسمع أنه الخانات، خان الجمرك والمدينة القديمة، سوق العطيرين وكثير أماكن كان فيها مدفون، ويعني فيها كنز عثماني حصرا ذهب يعني. ولكن الأساطير وهذه الأقاويل لم تكن مدعومة في أي يعني كان دليل خريطة أو دليل وثيقة، إنما هذه الخريطة تدعم هذا الكلام. لا أعلم إذا كان أخرجت منذ زمن أم أخرجت في حال، كما تعرفون، وضع الحرب اللي مرت على مدينة حلب. قيل، أنا سمعت، أنه أخرج أوزانا ذهبية قديمة من هذا المكان أو بجانبه، لا أعلم بالضبط. في ناس أكدت لي أنه أخرج من المدينة القديمة سبائك ذهبية بأوزان يعني وكميات معقولة جدا وكبيرة، لكن هل هذا هو الدفين بالذات ما زال موجودا أم غير موجود؟ هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه الخريطة مؤكدة أنه عن الغنيمة أو الدفين اللي كان موجود عثماني في تحت خان الجمرك مدفون ما زال، لكن لا أعلم إذا كان أخرج أم لم يخرج. هذا كله بعلم الله، وخاصة تعرفوا وضع الحرب اللي مرت على هذا المكان. راح نشوف هذا المكان على الخريطة، حلب، في مدينة حلب، خان الجمرك. مثل ما تعرفوا خان هو أثري قديم يعني، لكن ليس يعني هو المكان أو الدفين إخواني الكرام. الخريطة اللي تحت الخان في سراديب وفي منافذ وغرف مدفونة في تحت هذا خان الجمرك. خان معروف في حلب، يعرفون أهل حلب جيدا يعني في سوريا. هذا إذن هو المكان بالضبط بالتحديد، وطبعا حوله قد هو خان الجمرك إخواني. هنا تحت هذه المدينة القديمة يعني شبكة من السراديب، شبكة بتاخد على القلعة، بتوصلك للقلعة، كلها سراديب سرية، منافذ سرية تحت الأرض. فممكن يكون مو تحته مباشر، حواليته، حوله، كما نشاهدون عنا أيضا بالتصوير، مثل ما نشاهدين يعني ممكن آثار هذه الحرب ما تزال واضحة في المنطقة يعني، خاصة تعرضت إلى تخريب وتهديم وشكل قوي جدا يعني. فممكن يكون هذا المكان خان الجمرك هو بداية الخيط أو بداية الطريق، ممكن يتشعب معك إلى غرفة، إلى قريب من القلعة، إلى، على كل حال منطقة صعبة، معروفة المنطقة ما عم شوف إخواني الكرام، منطقة قديمة جدا كلها فيها سراديب وغرف بتقود للقلعة وبتقود لخانات أخرى ولا إلى سوق المدينة. لكن لا أعلم إذا كان يعني هذا هو الدفين ما زال موجود أم لا، هذا الله أعلم به إخواني الكرام. والمنطقة بشكل عام صعبة يعني، مراقبة وصعبة. نعم، ننتقل إلى الخريطة الثانية إخواني الكرام، أيضا في سوريا. طبعا إخواني الكرام بس أنوه أنه كل ما أتيح لنا نحن معلومة عن أي بلد وأي مكان إن شاء الله سننشرها على الفور. يعني الفيديو القادم إن شاء الله سيكون معنا في الأردن، سيكون معنا في السعودية، سيكون أيضا في، قد يكون فلسطين والجزائر إن شاء الله. انتظرونا في الفيديو القادم. هذا الفيديو عنا لأماكن في سوريا والمغرب. طبعا هذه الخريطة إخواني تتحدث عن دفين عثماني في قلعة ما يسمى النبي هوري. هذا المكان سمعت عنه أيضا من زمان، أنه في مكان حوله أو هو نفس المكان
نسجت أساطير عن هذا الاسم النبي هوري وكذا، يعني أساطير هي لا دلائل تاريخية وعلمية محققة في هذا الموضوع، إنما سمعت كثير من الأقاويل والكلام. على كل حال هذه الخريطة إخواني الكرام يعني هي نسخة عن الأصلية، أن هذا المكان موجود فيه دفين عثماني ما زال. أيضا إذا أخرج أم لا، اللي بيشوف المواصفات والقريب المنطقة، هي منطقة تابعة لعفرين في سوريا معروفة، النبي هوري كان مزار قالوا عنه أنه ولي، ثم قالوا بعدين يعني لقبوه نبي أنه هو مثل ولي وكذا، وأساطير كثيرة ما بدنا ندخل في هذا المجال. وقلنا أهمية المقامات يعني فيه موضوع الدفائن العثمانية لحمايتها، فقيل أنه تحت القلعة مباشر، وقيل أنه في جانبه مثل ما عم نشوف إخواننا الكرام شران قلعة، هي المنطقة شران هي أكثر موجودة في الخريطة اسمها شران النبي هوري. هي القلعة طبعا هي التاريخية، لكن مو بنفس المكان هذا، يعني في نقطة محددة في الخريطة ومع علامات وإشارات عثمانية. مذاكرين في الخريطة شران يعني محددين انه هي ممكن ما نفس القلعة انما حولها، وبجوز جانب المقام او قريب منه على هذا النحو. وانا فعلا سمعت اقاويل من اهالي هذه المنطقة انه نعم موجود شيء عثماني قديم في هذه المنطقة. وعلى كل حال بيشوف المواصفات اخواني الكرام والاشارات مطابقة، فهذا مكسب له، ويعني ما في حرج على أي إنسان يشوف يتأكد، وإذا وجد ما قسمه الله فليأخذ على بركة الله، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. شايفين إخواني أنا حددت شران لأن هي مذكورة في الخريطة أكثر من هي يعني تحديد القلعة، شران قلعة النبي هوري، يعني هذا هو العنوان لهذه الخريطة. يعني هي منطقة بنفس إخواني محددة يعني بهذه المنطقة، لذلك قلت لا تكون، قد لا تكون نفس القلعة، يعني هناك قد يكون حوالي المقام حوالي كذا، فالمنطقة شران في إشارات في كذا أنه في موجود في عثماني، والله أعلم. ننتقل إلى هذه الخريطة. هذه الخريطة انتشرت عام 2019 إخواني الكرام، عام 2020 في الإنترنت سئلت عنها كثيرا، تتحدث هذه الخريطة عن تل الطريرة في أكناكر، عن جبل فيه ذهب، سبائك ذهبية محددة مثل ما احنا شايفين، 36 قالب ذهب عيار كذا، 10,000 قطعة ذهبية. ان شاء الله تكون وضحت الخريطة عليكم اخواننا الكرام. يمكن شفتوها انتم الخريطة، ما بعرف يعني انتشرت من فترة سنتين ثلاثة. طبعا اهالي المنطقة اخواني الكرام ما في شيء اسمه تل الطريرة في كناكر او حول كناكر، كثير من الاخوة يعني حققنا في موضوع هذه الخريطة انه هل ممكن موجود هذه الكميات، الله اعلم ممكن، لكن هذا المكان المذكور ليس يعني دقيق، قد يمكن حتى ما حدا يصل الى المكان الدفين وياخذ هذه الكميات الذهبية، يعني في كميات ايضا عندنا 3,000 قطعة ذهبية ومعدود شايفين امامكم في هذا الموضوع. هذا اذا كان إخواني الكرام هذا الكلام إذا كان صحيحا 100% والخريطة صحيحة وموثقة صحيحة، فهي الله أعلم في مغارة، لكن ليس في مكان تل الطريرة وليست قريبة على كناكر. حسب المواصفات اللي أخذناها من الخريطة وتحققنا مع أهالي هذه المنطقة، المنطقة هي في سوريا لكن هي قد تكون بعيدا نسبيا عن كناكر. تمام إخواني الكرام، على ضوء ما يعني أخذنا من هذه الخريطة من المعطيات الموجودة وتحديد المكان والإشارة، طبعا هنا عم بقول اشتغل في الساعة السرية مثل ما لاحظتوا في الخريطة أنه لازم تشتغل صعودا نزولا في الساعة السرية ومشفر الدفين وكذا من هذا الكلام، لكن نحن مو هنا النقطة نحن نعرف وين هو بالذات. فكل المواصفات اللي أنا شفتها يا أخواني الكرام هذا اجتهاد شخصيا، فقد أصيب وقد أخطأ، أنا إنسان يعني، لكن اجتهاد مطلوب في هذا الموضوع.
كل الأدلة تأخذ على تل اسمه، إذا كان في كناكر بالضبط جنب كناكر أخواني في تل قديم عثماني اسمه تل الزاكية. هلا راح نشوفه بالخريطة، ولكن خلينا نضل نتحقق في الخريطة. أشبه 3000 قطعة ذهبية، 36 قالب ذهب، 10000 قطعة ذهبية من قطعة الخمسة، ومختومة ممهورة في ختم وكذا. من بالنسبة للخريطة، الساعة السرية صعودا مثل ما أنا شايفين إخواني، ممر سري للدخول، الله أعلم هو إذا مغارة في تل، ليس تل، إذا كان في موجود دفين فهناك في مغارة أو سرداب سري أو جانبه بئر. هذا ما أخذنا من مجمل الدفائن العثمانية إخواني الكرام، التعليم وأيضا الصعوبة في الوصول إلى أي دفين هو عن طريق مغارة مقفولة أو عن طريق سرداب مقفول. فحط في بالك هذا الكلام جيدا. خلونا نشوف إخواني هذا المنطقة اللي عم بحكي أنا عليها كناكر. ما في شيء اسمه تل الطريرة مذكور في الخريطة، لكن للأسف على الواقع ما في شيء اسمه تل الطريرة أبدا، يعني أنه بهذه المواصفات. فهو عندنا هذه هي كناكر إخواني الكرام. راح ننطلق إلى يعني هذه المنطقة اللي قلت لكم عليها، قلعة الزاكية، فيها تل الزاكية قديم أثري، كان فيه عثمانيين، موجود فيه معسكر عثماني قديم قد يكون في داخله. وقد أيضا راح أورجيكم مكان آخر هو بين هالمكانين، لا ثالث لهما، لا يمكن، صعب يعني اليوم بهذه المنطقة بيعرفوها. وتمحصنا إذا كان، طبعا نرجع نقول الخريطة إذا صحيحة 100%. أنا كتير أخوة سألوني عنه مشان هذا الموضوع حتى نكون يعني دقيقين في الإجابة ونفيد البعض في هذا الموضوع أخوان الكرام. هون خلينا نشوف تل اللي نحكي عنه، تل الزاكية، هذا هو. نعم اخواني، مثل ما ملاحظين هذا مدينة الزاكية اقرب شيء نقطة الى النقطة المذكورة كناكر. عندنا النقطة الثانية تل الكروم. تل الكروم فيه ايضا نفس المواصفات، هذا التل كان اثريا وايضا كان هناك في محرس قديم، وكان في اقاويل كثيرة وادلة تثبت قد يكون هذا هو المكان اللي مقصود في الخريطة. طبعا هم ببعده بيقول لك تابع الى كنا، هو فعلا قديما كان تابعا، قد يكون قبل ما يصير في تنظيم قد يكون تابع لهذه المدينة في ريف دمشق في سوريا. طبعا هذه اخواني توقعاتنا بالنسبة لهذه الخريطة، اذا كانت صحيحة ان شاء الله هذا دفين موجود، لكن بين هذا المكانين على اهل المنطقة يتحققوا من هذا الموضوع وليشوف صحيح الإشارات، صحيح التوجيه، فحلال عليه. نتجه الآن إلى من سوريا إلى إخواتنا في المغرب. عندنا هذا إخواني خريطة على دفين عثماني، قيل أنه عسكري طبعا، وقيل بأنه مدفون في مقام دغوغي، الدغوغي سيد أحمد دغوغي، أو لا أعلم إذا، يعني أنا لا أعرف كثيرا إخواني في مناطق في المغرب، لكن أهل مكة كما قلنا أدرى بشعابها، يعني ممكن يحطوا حوالي ولي تمام حتى يحموا انه ما حدا بيعرفوا، الناس ممنوعة تحفر عند ولي او في جامع او في كذا. فلا اعلم اذا كانت يعني موجود هذا المقام، انا هذا المقام تحققنا منه الان في الخريطة نشاهده، لكن يعني كدقة انه الدفين الخريطة صحيحة اخواني الكرام وقديمة تتحدث، هو بيقول لك في قبة من القبب مقابلها في هذا الدفين، وتتحدث عن هذا المقام السيد الدغوغي. راح نشوف الآن إخواني التصوير مكتوب بالخريطة إخواني، الحمد لله وحده، هذه وصالة المال أرض أحمر بسد أو سيد الدغوغي على عتبة القبة 31 أو 21، مكتوب يعني 8 صناديق
تمام إخواني الكرام، وزن كذا وفي أحجار كريمة وفي ذهب وفي عدة أشياء. راح ننتقل إلى التصوير إخواني الكرام. أنا لا أعلم بالضبط يعني بالنسبة للزمن هذا الضريح أو المقام. إخواني الكرام، إخواننا بالمغرب يعرفوا هذه المنطقة جيدا، بيعرفوا كم تاريخ هذا المقام أو هذا يعني السيد أحمد الدغوغي. مثلا أرض حمراء بجانبه على عتبة القبة 21 أو 31. هذه المعطيات إخواني الكرام إذا كانت موجودة ومثل ما قيل في الخريطة إن شاء الله تكون بشكل صحيح. يعني تاريخ هذا المقام أو الضريح لا أعلم، 100 سنة، 50 سنة، 20 سنة، أعتقد قديم هو. يعني أنا فقط حتى أقدم المعلومة إخواني الكرام. وأهل مكة كما قلنا أدرى في شعابها، إخواننا في المغرب تحققوا الموضوع، كم تاريخ هذا المقام؟ هل فعلا ممكن يكون هذا الكلام؟ إن شاء الله يكون صحيح وتستفيدوا منه. تحياتنا لكم جميعا. هذا كنا معكم في هذا الفيديو مع الخرائط في سوريا والمغرب، وإن شاء الله في الفيديو القادم نلتقي مع أخوتنا في السعودية. عندنا كتير مهم فيديو عن الأردن والسعودية وإن شاء الله والجزائر، وعندنا إن شاء الله وحاول أيضا فلسطين وأي بلد إن شاء الله إخواني يتاح لنا، سنقدم على الفور بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لكم تحياتنا، دمتم بخير برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.